ومن هنا خلوني أنتقل إلى الوضع الحالي. بعد هنسميه تعثر دام لحوالي 23 سنة، وزارة الثقافة مشكورة بصراحة بتنهي أعمال مسرح قصر ثقافة المنيا، وده تمهيدا لافتتاحه. دي صورة قصر ثقافة المنيا. معانا على التليفون سيادة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية. أولا شكرا وأهلا بحضرتك. شكرا لحضرتك وأهلا بيك يا أستاذ يوسف. لا يا دكتور، إزاي ده، احنا اللي شكرا والله. قصر ثقافة المنيا ده تعطل 23 سنة. أيوه. ليه كده؟ هو بالبداية الحقيقة يمكن كان في بعض مشاكل طبعا إدارية، لأن يمكن كان المقاول اللي ابتدى بالاتفاق بالنسبة للقصر يعني توفاه الله في أثناء السنوات دي، فحصل طبعا تعطيل كبير جدا. ولكن طبعا يعني حقيقة شيء مش طبيعي أبدا العدد السنين الكتيرة دي. طبعا كان في جزء منه تم إنشاؤه مع السنوات دي كلها، طبعا اكيد حصل خسائر كتيره جدا. المهم يعني ان من اول 2014 بدا العمل في القصر تاني، والمرحله الاخيره دي خلاص. احنا كنا النهارده في زياره الحقيقه للقصر مع معالي المحافظ، والحقيقه يعني انجاز هايل جدا جدا، لان طبعا بيتم دلوقتي تلافي كتير من المشاكل اللي حصلت قبل كده، لان حجم القصر ضخم وكبير، المساحه كلها 4000 متر. يعني مساحه المباني نفسها على 2000 متر، فقصر ثقافه ضخم الحقيقه يعني. فان شاء الله باذن الله يعني نتوقع افتتاحه، وبعد كل السنوات دي ان شاء الله في خلال شهرين باذن الله. طب ده شيء عظيم جدا. انا شايف كمان في الصور ان القصر فيه جوه مسرح، صح كده؟ لا، في مسرح ضخم وكبير. الحقيقه خشبه المسرح كمان رائعه جدا. طبعا ما كانش فيه خدمات المسرح، في دلوقتي اتعمل خدمات المسرح وكواليس وغرف للفنانين، ماشينري، صح يعني لحقنا حاجات كتيره جدا الحقيقه اثناء الفتره الاخيره دي. طب الحمد لله، واحنا منتظرين هذا الافتتاح، هيخدم اهل المنيا ويخدم قطاع كبير كمان من اهالينا اظن في الصعيد بشكل او باخر. جدا 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 الحقيقه. ويعني احنا يمكن لان المنيا يمكن ما عندناش عدد كبير جدا منها في القصور، ولكن هذا القصر هيكون الحقيقه حاجه خاصه جدا بصراحه. نعمل ايه تاني في الصعيد يا دكتور ايناس؟ لا، بنعمل كتير الحمد لله. يعني احنا كنا في اسيوط، وامبارح كنا في اسيوط، قضينا الحقيقه يعني حدث عظيم جدا جدا. ساحل سليم. احنا في ساحل سليم. أيوه. الحقيقه يعني كنا في بقالنا شهر وزاره الثقافه موجوده بمعظم هيئاتها كلها موجوده. قدمنا خلال الشهر ده 409 فعاليه في 15 قريه في ساحل سليم. وكان امبارح الختام في قريه المطمر. الحقيقه كان ختام هام جدا جدا، لان كان في يعني بنستمتع بنتاج كل الفعاليات اللي تمت اثناء الشهر، وكانت منها ورش فنيه طبعا، وكانت لقاءات حواريه وبرامج لتمكين المراه مع المجلس القومي للمراه، ورش للحرف التراثيه. شفنا امبارح معرض هايل بيقدموه اهالي القرى والسيدات من القرى الحقيقه بانتاج عظيم جدا جدا، وورش عملنا كمان ورش لاكتشاف المواهب للاطفال. وامبارح اتقدم كتير من الاطفال والشباب، قدموا لنا يعني فوجئنا بعده مواهب مميزه بشكل كبير جدا. كان في كمان عندنا الحقيقه مجموعه قوافل توعيه باضرار الادمان. الحقيقه يعني عايزه اقول ان هي منظومه كبيره، مش وزاره الثقافه، احنا شغالين ايضا مع وزارات اخرى، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التربيه والتعليم، المجلس القومي للمراه، طبعا السيادة المحافظ والمحافظه. فالحقيقه يعني كان في لمده شهر كان في انجاز ثقافي وفني ضخم وكبير جدا في ساحل سليم. نشهد على ذلك ونقر به كمان. طب دكتور ايناس، امتى اقدر اقول انه الثقافه في مصر اصبحت للجميع؟ كل واحد يقدر؟ يعني انا شخصيا هقول هي اصبحت للجميع. حلو. احنا بنقوم بمجهود كبير الحقيقه جدا جدا، وكل الناس اللي في وزاره الثقافه خاصه الهيئه العامه لاصول الثقافه الحقيقه دورها حاليا ضخم جدا جدا، وانتشار في جميع المحافظات. بس احنا بنتحرك كوزاره وكهيئات طبعا. لوزاره الثقافه مش مجرد هيئه واحده فقط. صحيح. لكن عايز اقول ان الحقيقه المبادره العظيمه لفخامه الرئيس، مبادره حياه كريمه، دي ساعدتنا بشكل كبير جدا الحقيقه للانتشار، ويعني ادتنا قوه ان احنا نتواجد داخل هذه القرى.
لان طبعا التواجد ما بيكونش سهل لان ملناش مواقع في كتير جدا من الاماكن دي. فطبعا من خلال هذه المبادره الموضوع مختلف، لان بننسق مع وزاره التربيه والتعليم وننظم مع وزاره الشباب والرياضه، يعني الاحداث كلها بتتم بشكل تنسيق جماعي بشكل ضخم جدا جدا. عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا الحقيقه في كل يعني مرحله بنقوم بيها لازم بنهدي مجموعه اصدارات ضخمه من هيئه وزاره الثقافه، من هيئات كلها وزاره الثقافه للمدارس التربيه والتعليم. هي. فقمنا بالحقيقه ده بفعل في ساحل السنين. الله ينور دكتور ايناس، يعني بقدر ما انا بحب حضرتك قوي على قد ما انا شهادتي مش مجروحه والله، يعني اقدر اقول كده بالمصري الفصيح الله ينور يا فندم. الله يخليك يا رب، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن كتير وباذن الله. او كمان عايز اقول حاجه مهمه، فاكر لما كنا بنحلم وبنقول ان احنا نفسنا الاوبرا تبقى موجوده في محافظات وقرى مصر؟ صح. امبارح كنا كده، امبارح كانت دار الاوبرا موجوده في قريه المطمر في ساحل سنين بحفل ضخم جدا، وكان شيء اكتر من رائع، عدد حضور من الناس وكم السعاده اللي كان موجود يعني حاسين بيه، والشباب والاطفال والبنات اللي كانت موجوده والمشاركات الفنيه منهم، الحقيقه يعني كان شيء عظيم. وانا سعيده وكنت سعيده وفخوره الحقيقه. وان شاء الله ان شاء الله احنا بنستعد حاليا دلوقتي للانتقال الى قرى المنيا. يعني احنا كان امبارح عندنا عودة الأوبرا إلى صعيد مصر انطلاقا من ساحل سليم، من ساحل سليم كرة محافظات مصر. اللي جاي هيبقى في المنيا ازاي بقى؟ ما انا لازم اخد حاجة للبرنامج ما اتقالتش في حتة. ما هو بإذن الله يعني احنا طبعا ماشيين بخطة، والخطة دي الخطة منسقة من أكتر من جهة، وطبعا احنا بنتبع مجلس الوزراء، فبيبقى في خريطة احنا بنمشي عليها الحقيقة. فالخريطة المرحلة القادمة بإذن الله هتكون في قرى المنيا. وكمان عايز أقول النهاردة كنت مع سيادة المحافظ واتفقنا أن أيضا هننقل مسرح متنقل وهيكون ثابت في المنيا عشان يتم انتقاله داخل القرى بسهولة بإذن الله. حلو جدا 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 جدا، إن شاء الله ربنا يوفقك يا فندم، كل التوفيق كل الشكر على جهدكم حقيقي يعني من قلبي، ألف ألف شكر يا فندم. شكرا يا فندم. كل الشكر لحضرتك يا فندم، كل الشكر لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.